شكرا سيد الرئيس. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين. شكرا سيد المستشار المحترم لكم ولفريقكم الحركي على إثارة هذا السؤال. يعني بين الأمس واليوم سؤالين في نفس الموضوع بين الغرفتين، هذا شيء مهم يؤكد على أنه نواب الأمة منشغلون بأوضاع المجتمع السجني. لكن اسمحوا لي سيد المستشار نعطيكم بعض المعطيات اللي تبين بأن احنا قدام واحد المعضلة كبيرة أكثر مما تكون لغة ميزانيات وأرقام. لاحظوا معي، منذ أن تم إحداث المندوبية العامة للسجون وعادة الإدماج المجهود التبديل حكوميا 2008 إلى اليوم، تم رفع المساحة الإجمالية ب 43%. احنا اليوم كانت وصلت تقريبا 1.72 متر مربع للسجين. 2013 إن شاء الله ببناء سجون جديدة والتوسيع والإصلاح غندخل إن شاء الله في 3 أمتار مربعة لكل سجين. التغذية، ارتفاع ديال المنحة ديال التغذية من 5 إلى 14 درهم، زيد لها 1,500,000 تقريبا قفة، أي مجهود أسري لدعم تغذية السجناء. العلاج، 149 طبيب اليوم تيشتغلوا في المجتمع السجني، 370 ممرض. عدد الفحوصات الداخلية اللي كتم داخل السجون 252,000 تقريبا فحص. في الخارج أي في القطاع العمومي 29,500 تقريبا ديال الفحوصات. العمليات الجراحية 198 إلى آخره، واحد المجهود كبير. لكن مع ذلك كيتلاحظ بأنه تقارير لا ديال اللجنة البرلمانية ولا ديال المجلس الوطني لحقوق الإنسان ولا أيضا المذكرة ديال الجمعيات ديال المجتمع المدني ذات الصلة تؤكد على واحد القلق وواحد الانشغال بأنها شكل ما عطاش على مستوى يعني حماية الحقوق وكرامة السجناء إلى آخره، مما يعني أن الموضوع أكبر من أن يكون موضوع يعني ميزانيات على أهميتها. لاحظوا معي الآن بعض الأرقام أيضا دالة في الاتجاه. اليوم عندنا حوالي تقريبا 70,000 سجين، فيهم اللي في الاعتقال الاحتياطي تقريبا 46%، حوالي 33,000 سجين. هذا كيطرح سؤال قبل قليل كنا مع السيد وزير العدل، سؤال ديال هذا ترشيد الاعتقال الاحتياطي في اطار مراجعه هذه المنظومه كلها ديال العداله. لاحظوا معي المستوى الدراسي، عندنا حوالي 80% اقل من المستوى الاساسي، فيهم تقريبا 27% ديال الاميون. سؤال المنظومه التعليميه وتاهيل القطاع ديال التربيه. انواع الجرائم، عندنا حوالي تقريبا 54% موزعة ما بين جرائم الأموال وجرائم تجارة المخدرات. الحالة العائلية ديال السجناء 64% عزال. السياسات ديال الشباب اليوم تسائل، مدة العقوبة 60% أقل تقريبا من سنتين. كيطرح أيضا مرة أخرى سؤال ديال العقوبات البديلة وسؤال إعمال مسارات الصلح إلى آخره من الإشكالات المرتبطة بعدة منظومات تصب كلها في المجتمع السجني وتعقد أوضاعه، رغم ما بدأ من جهود منذ 2008 إلى اليوم واللي خلت واحد النقلة كبيرة على مستوى الأوضاع.